محمد إبراهيم هو ضيفي في هذه اللحظات، إداري فريق نادي النصر. محمد، 7 غايبين عن نادي النصر اليوم، يعني عدد كبير جدا ما بين مصاب وأعتقد مصاب بعد، كلها إصابات صحيح؟ كلها إصابات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. طبعا دائما نقول الإصابات هذه دائما تي من إصابات ملاعب، يعني ما نقدر نقول أكثر عن 7. يعني خلنا نحسب: جاسم يعقوب، عامر مبارك، برادة، مارسيلو، فواز عوانة، راشد عيسى، مبارك سعيد. أكثر عن نص الفريق الواحد، يعني شو بيسوي إذا في إصابات؟ يعني شو بيدك تسوي لأنك تجهز الفريق البديل؟ والحمد لله همة الشباب والمدرب اشتغل على المجموعة الموجودة وإن شاء الله بيعوضون غيابات هذه. قد تأثير هالغيابات هذه على مباراة اليوم؟ ما في شك، أكيد الغيابات هاي مؤثرة يعني على أي مدرب، لكن عنا الحمد لله كمدرب واعي للأمور هذه، ما تنرفز من الإصابات. طبعا لنا إصابة ملاعب هاي يعني واردة، بس كيف تدير الوضع هذا، كيف تأقلم المجموعة على النقص اللي موجود عندك وما تأثر على حتى تعاملك معهم أو تدعي بالنقص أو هذا أن عندك فريق ناقص، فهذا ما تبين حق اللاعبين حتى أن عندك إصابات أو اعتماد عليكم بيكون بنسبة قليلة، فعاطنهم مثل ثقة يعني أن يقدرون يعطونك في الملعب. اليوم كانها يعني تشكيله جديده بالنسبه للنصر اليوم بعد هالغيابات الكبيره، تشكيلتين، تشكيله في الملعب وتشكيله في الدكه حتى يعني. يعني بالنسبه للاسماء اللي تم استدعاء، وهذه فرصه بعد حتى للاعبين الصغار ممكن يحصل فرصته ويشوف المدرب، يعني نحب ناخذها بشكل ايجابي ان شاء الله. وفي بعض اللعيبه انتهى موسمهم مثل عامر مبارك، الرباط الصليبي، وبعض اللاعبين، هل هذا راح ياثر على حتى استراتيجيتك هذا الموسم انك انت حاط تارجت معين؟ انت اليوم في المركز الرابع وتسعى للذهاب لابعد نقطه. اكيد طبعا مثل عامر خسارة للفريق، تخسر مجهود عامر، ما بنقول انه يعني استراتيجية يعني بتتغير ولا شيء، لكن الموجود بيعوض إن شاء الله. الحمد لله عندنا في كل مركز لاعبين وبيعوضونها إن شاء الله. أشكرك كابتن محمد، يعطيك العافية، شكرا.